قال لك ده مقسوم معانا لجزئين، حاجة اسمها مبادئ التعلم الجيد، ازاي تعلمي يبقى كويس؟ محتاج خمس حاجات. محتاج كام حاجة؟ خمسة في وش وأسس الاستذكار الفعال، ازاي مذاكرتي تبقى فعالة؟ قال لك والله ده درس ده عملي معمول عشانك أنت. إيه بقى دول؟ قال لك بص يا باشا. عد حبيبي كده معايا. عندنا خمس مبادئ. واحد الدفعية والتعلم. اثنين يعني ايه دفع عيال عشان تعلم لازم عندك دفع يعني ايه في حاجه بتزقك حاجه بتحركك انك تشتغل عندي هدف ففي حاجه بتزقني عشان اوصل للهدف طب تاني حاجه قال لك التعزيز عايز حد شاطر انجح اوصل يلا ولو ما وصلتش هنفوخك وهمسح بوشك الارض تعزيز ايجابي او سلبي الممارسه لازم امارس العمل الطريقه اللي بتمارس بيها الدور الايجابي للمتعلم ما ينفعش تبقى خيال مات في حياتك لازم يبقى لك دور ايجابي طب مستر قابليه التعلم الانتقال اللي, اللي انا بتعلمه ده اقدر استخدمه في حياتي طب مستر معلش ابداهم معانا واحده واحده بقول لحضرتك مبدا الدافعيه هنرجع شويه لورا كده سيبناك من الشرح ده خالص جميع انواع التعلم اللي اجريت على الحيوانات مش احنا خدنا نظريه تعلم الشرطي الكلاسيكي بتاعت الكلب والتعلم بالمحاوله والخطا بتاعه القطه ونظريه التعلم بالفهم والاستنصار بتاعه القرد بقول لك ما كان مستحيل ان الحيوان يتعلم من غير دافع انا من غير سوري انا من غير الجوع كان الكلب هيسير منه اللعب لا كانت القطه هتدي استجابات لا كان القرد هيحاول يدرك العلاقه بين الموزه والصندوق لا فبقول لك جميع انواع نظريات التعلم السابقه التي اجريت على الحيوان اعتمدت على وجود دافع الجوع ايه ده يا مستر يعني انا الدافع عندي ان اتعلم ان انا جعان لا الدوافع نوعين الدوافع كم نوع قال لك نوعين عندنا حاجه اسمها دوافع فسيولوجيه بيولوجيه ودوافع اجتماعيه مكتسبه الدوافع دي عند الانسان والحيوان الفسيولوجيه البيولوجيه زي الجوع والعطش والتنفس والجنس والامومه اللي احنا ارسطو سؤال عليها النفس الدنيا لو انت فاكر انما دوافع الانسان اجتماعيه انجاز اكتشاف تفوق نجاح ان شاء الله توصل لاهدافك كده فبقول طيب لك ان الانسان بيتعلم بده ولازم يبقى عندك رغبه او ميل للحاجه اللي بتتعلمها بتحبها الميل ده يزقك انك تتعلم زي ما الناس بتميل اول علم النفس عن المنطق ليه لان تعلمه بيتطبق في حياته واحد ان يكون ادراك الهدف بالإيه؟ بالدراسه او المستقبل المهني انا ماليش فيه الانجليزي هذاكره لازم عندي دافع اذاكره الانجليزي يقول اللي هيدخلني الكليه اللي انا عايزها هموت امه لازم يبقى عندي دافع فاول حاجه مبدا الدفاعيه زي قال لك الفضول وتحقيق الذات والتنافس والرغبه واي حاجه داخليه واي حاجه ايه داخلية حلو قوي ده فيها مشكله طيب تاني دافع او تاني عامل اسمه التعزيز ايه التعزيز ده قال لك غلط تعزيز زي المكافاه الحافز المقابل الدرجات الجوائز وده نوعين تعزيز ايجابي وسلبي لو ان شاء الله قفلت كل الامتحانات اللي انا هعملها لك بعد ما نخلص المراجعات ال10 امتحانات اللي ما موجودين على المنصه لو قفلتهم كلهم هتاخد مني جائزه كبيره جدا جدا ألف جنيه ايوه يا مستر انا هذاكر عشان اقفل عشان اخد ال1000 جنيه ده تعزيز ايجابي ولو ما قفلتهمش هاجي البيت بالخرزانه واكسر عظمه قال لك لا يا مستر انا هذاكر عشان ما تعاقبش قال لك هو ده التعزيز تعزيز ايجابي يعني تشجيع ايجابي أو كل ما يشبع الدوافع ويرضي الرغبات ويتفق مع الميول. أي حاجة بتسبب لي الشعور بالارتياح. عملت حاجة وحسيت بالارتياح يبقى ده تعزيز إيجابي. زي ما احنا خدناه طبعا أو لسه اللي ما سمعوش لأول مرة معانا التعزيز اللي خدناه في النظرية الثانية. التعزيز السلبي مفيد أحيانا لكن ده مفيد دائما يعني اللي صح دائما الموجب ده مفيد أحيانا مفيد إيه؟ أحيانا. يحرم الشخص المخطئ من شيء بيحبه. وده طبعا بيعيد اخطائنا زي اسمع كلمه غلط بيخلينا نعيد نطقها للنطق الايه السليم طب جميل بص بقى يا حبيبي الممارسه والتعلم ازاي بنمارس نشاط التعلم عندنا نوعين من الممارسه ممارسه موزعه وممارسه مكثفه ايه الممارسه الموزعه قال لك الممارسه الموزعه دي مبدئيا في معلومه عنها الممارسه الموزعه افضل من المركزه اللي هي قال لك يتعلم جلسات قصيره يتخللها راحه اللي احنا بنعملها 40 دقيقة و10 دقائق 50 دقيقة و10 دقائق الممارسة المركزة الا جلسات طويلة من دون راحة ودي بتنفع معانا قوي في المراجعة بتنفع معانا قوي في الايه لما حضرتك تيجي تراجع لما حضرتك تيجي ايه تراجع فيها مشكلة؟ طيب دي بقى لها علاقة بالوقت والمدة الزمنية والفترة المستغرقة تختلف تحديد الفترة الزمنية للتعلم والراحة على حسب حاجات كتير واحد الفروق الفردية كلنا مش زي بعض فانا ممكن اقعد نص ساعه وافصل وانت تقعد ساعه الا ربع وتفصل وانت تقعد 50 دقيقه وتفصل. اثنين تكون فترات الراحه قصيره لو العمل واحد. واول ما تقل كفائتي وتزيد اخطاء، امتى اعرف ان انا ارتاح؟ اول ما الاقي غلطاتي عماله تزيد وتركيزي عمال يقل افصل اسيب المذاكره واقوم. فترات الراحه طويله اذا انتقلت من عمل لاخر زي من عربي لانجليزي. طب مستر ايه المبدئين الاخر عشان نخلص بقى منهم؟ قال والله عندنا مبدئين جمال أوي أوي قوي. اهو الدور الايجابي للمتعلم وانتقال اثر التعلم. يعني ايه الدور الايجابي للمتعلم؟ قال لك المتعلم ده المفروض يعمل ايه؟ هو انا هنجيب الطالب اللي بيجي يحضر الدرس زي التنبل وما في زي الطالب اللي بيقعد يركز ويعلم على كل حاجه وقبل ما يجي الدرس يراجعه واول ما يروح البيت يحله والاسئله اللي هو يقف سألني يسالني فيها ويعمل خرائط ذهنيه ويحل كتب خارجيه؟ لا قالك الدور الإيجابي كلما زاد الجهد الإيجابي المبذول في تعليم مادة دراسية زادت جودة التعلم كل نتعب أكتر في الحاجة تعلمنا منها بيبقى زيادة أكتر مثال إعداد الدرس وطرح الأسئلة والمشاركة والأفعال المهمة زي التعب وبذل الجهد والمشاركة والنشاط والفاعلية الكلمات دي كلها بتقرب لكلمة الدور الإيجابي للمتعلم طب مستر قابليه التعلم للانتقال يعني ايه قابليه التعلم للانتقال ان انا بتعلم حاجه بتساعدني في حاجه تانية يعني انتقال اثر التعلم انتقال اثر يعني اللي في حاجه ساعدني في حاجه تانية يعني مثلا تعلم شيء مفيد بيساعدك في تعلم شيء اخر تعلم الاحياء في الثانويه العامه بيفيدك في كليه الايه الطب تعلمك للمنطق مثلا بيفيدك في البرمجه وبتزيد كفاءة التعلم لو كان التعلم بيأثر فيك تعليم إيجابي في موضوع آخر زي مثلا تعلمك لقواعد النحو واللغة العربية والوقفات والسكون ومخارج الألفاظ بيساعدك في قراءة القرآن قابلية الانتقال هي الخصائص المشتركة والفهم لازم يبقى في حاجات مشتركة بين الحاجات اللي أنا بعملها يعني أنا مثلا في الجيش سواقة العربية ساعدتني في سواقة الدبابة برضو هي هي نفس الفكرة يعني أنا ده بيساعدني بتعلم من حاجة لحاجة تانية الفهم أفهم فاهم الحاجة الأولى والحاجة التانية عشان أقدر أربط ما بينهم